أما هلأ رح نتابع فقراتنا مع فيا لاين. كان جورج، وجورج هو بارت كمان كتير مهمة بمحطتنا التالية مع فيا لاين. صباح الخير. صباح النور. جورج بارت لأنه الرياضة مهمة، ما هيك؟ واحد يتحرك تترافق مع مش بس تترافق مع أي دايت بدنا نعمله، لازم نعمل الرياضة بس ما تكون مستحيلة. لا مش ضروري يعني واحد إنه هلا ينزل جو أولمبيك ويصير بطل عالمي، لا بس إنه حركة هيك بحس صح. بتساعد كثير بعملية ولازم الرياضة إذا بدنا ننزل وزننا أو لا. لا لا هي بطبيعة حياتنا اليومية، بس خليني أقول صباح الخير اليوم لضيفتنا الجديدة أماني. صباح النور. اليوم أماني موجودة معنا، كنت عم بتقلي لأنه في شيء جديد عم بيقدمه فيا لاين، عن شو بدنا نحكي؟ اليوم في عنا الفيا ترواجور إكسبريس. هلا كبريف أولاني خلينا نقول بس الفيا لاين، أكيد الفيا لاين عم بيشوفوه الكل أسبوعيا وعم بيمرق معنا، واليوم معنا كمان مش اليوم، اليوم معنا ضيفة جديدة أماني للفيا ترواجور إكسبريس. اوكي. رح تمرق معنا يومين، اليوم والخميس. حتى دغري نشوف الفرق. لأنه الفيا ترواجور إكسبريس هو بيعمل فرق بثلاث أيام 2 كيلو. هذا مخصص أكيد للمناسبات، مخصص للي عنده 2 كيلو ما عم بيعرف يشيلهم، مخصص لأول 2 كيلو يلي بلاقيهم كثير صعبين وما عم بيقدر يشيلهم. وبيعطوا هيك بوش معنوي. بيعطوا بوش كثير كبير. ليزا أكيد عم بيشوفوها كل الناس بعد ما خلص زياد، بعد ما خلص مصطفى، بعد ما خلص حسان، كل هالشباب اللي مرقوا. قررنا نجيب صبية، بلشنا بليزا خوري، بلشت معنا كمان عميزة الوزن، بتصور صارت عاملة فوق الأربع كيلو بأول بأول فترة مرقتها، ورح نرجع نشوفها يوم الخميس. اليوم أماني. أماني. عروس جديدة. شو القصة يا أماني؟ أكيد هي ستودنت جايبينها من الجامعة، طالع. رح عملنا هالإكسبيرينس نحن وياها على الفيا ترواجور إكسبريس، يلي ثلاث أنواع حبوب مع ديتوكس. بثلاث ايام رح نقدر نشيل 2 كيلو، هلا بنحكي عنه ساينتيفيكمون اكيد مع غنى تنشرح كل حبه شو لها، شو بتعمل، شو لها شغل، وكيف بهالثلاث ايام رح نقدر نخسر هالاثنين كيلو بدون ما يكون في عنا اي كونتر افي. هي بعد ما بلشت. بعد ما بلشت. اليوم هي بلشت امبارح. امبارح. اوكي لحتى نقدر نعمل الخميس تنقول انه مرق ثلاث ايام. صح الخميس بيكون مرق ثلاث ايام ان شاء الله باذن الله بنشوفها. أوكي. هلا اذا بتحبي نوزنها اكيد رح نوزنها وناخذ تفاصيل عنا. اماني بتحطي اعملي معروف الميكرو على الطاوله وخلينا ناخذ الوزن. مثل العاده نحن بنحب ناخذ الوزن على الماشين اللي بتعطينا تفاصيل الجسم. اكيد بتعطينا البادي كومبوزيشن كلها. تفضلي اماني. الوزن اليوم 77.2، بلشت امبارح اماني. هلا نحن عارفين السيكرت بلشت تنزل هي بالوزن امبارح لليوم. عمرها 22، الطول 159 سنتيمتر. اكيد بنحط تارجت جول قد ايه بده يكون برسنتج اوف فات نحن بدنا نوصل له. امبارح بلشت معنا 78.1 بس لحتى الناس تعرف. ميرسي اماني. اليوم عم بتقول غنى انه 77.2 يعني عامله كيلو من امبارح لليوم. اوكي بالنسبه للتفاصيل، بالنسبه لنسبه الدهن اكيد عندنا اياها شوي عاليه 37.8% اللي هي لازم تكون ماكسيموم 33%. بالنسبه لنسبه المي عندها اياها طبيعيه، اكيد انا بهمني شوي تزيد شوي نسبه المي، تشرب مي اكثر. بالنسبه للبي ام ار طبعا لانه بعد عمرها صغير يعني بتحرق 1500 كالوريز، يعني هي الكالوريز عندها كثير، يعني الميتابوليزم عندها عالي جيد. بالنسبه للفيسرال فات ريتنج هذا على منطقه البطن، عندنا شويه دهون على منطقه البطن اكيد لازم نشتغل
نطلع عليها أكثر. قد ايه بدها تنزل كيلويات؟ هي لازم تنزل 10 كيلو تقريبا. هلا نحن حبينا تكون أماني معنا لأنه هي جسمها عامل بلوك، هي أكثر هلا بتعرفكم عن حالها. فكرمال هيك بس لما شخص بيكون عامل بلوك فلازم نعمل له شوك للجسم، نعمل ديتوكس للجسم، نقدر نشتغل إنه نرجع ننشط الدورة الدموية، نعلي الميتابوليزم عنا وبصير الجسم بيحرق أكثر. فهلا لازم نعمل بريك كل فترة لجسمنا، نريح شوي معدتنا شوي من كل المأكولات الدسمة، كل السكريات الحلويات، حتى نقدر نحن نخسر من كم كيلو ونقدر يعطي يعني هيدا الشيب يتغير الحلو. هو هيدا يتغير شكل الجسم بشكل أفضل. أي أكيد عزيزين. أماني بتخبرينا شوي قد إيه لك عم تعملي ريجيم أو ما عملتي أو جربتي خبصتي شيء لحالك بريجيمات اختراعاتك؟ هو أنا مجربة كثير قصص وأنا عم بدرس كمان انتير ديزاين، فا it requires sitting all the time، قليل تحرك أكيد ما بتتحركي صحيح، ويعني بضلني قاعدة على كمبيوتر رسومات وما بقدر يعني بضلني بالجيم، يعني بروح على الجيم وكل كم فترة مشان بس انه حرك جسمي حتى ما تضلي قاعدة يعني. أكيد عاملة دايتس، عاملة كثير دايتس ومجربة كثير سبلمنتس، بس سمعت عن تروجور فقلت جرب حظي يعني. اي وهلا يعني ماشي حالي انه كيلو بيوم واحد اتس اميزنج، وحاسه حالي مرتاحه ومني كثير جعانه خفيفه. هلا اذا بلشتي هدول الثلاث ايام رح يكونوا هيك مثل بوست صح. وبعدين المفروض انه تكفي، لانه اذا عم بتقول غنى بدها 10 كيلو مفروض انه تنشيلوا، هول بدهم يروحوا شوي شوي بعدين. الرجيم الموضوع مع تروجور اكسبريس يعني اللي حاطه اريك فابرو واحد من اهم كوتش سبورتيف اليوم بفرنسا عامل هيدا الرجيم يلي بدنا نتبعه، كل شخص بس يوقف هيدا الرجيم رح يضل عنده اياه مثل شيء بذاته، يعني ما رح يقدر يتجاوز ابدا كميه الاكل. خلص مثل ما بتعرفي باب تنزيل الوزن انه نحد من كميه الاكل يلي عم نتناولها، فهيدا الرجيم مثل درس للواحد عن تجربه، يعني بياخده ما بيعود يقدر ابدا انه بعدين يرجع يتجاوز كميه الاكل يلي بده ياكلها. خلص فبتكون نوع انه من نوع من تحديد ونوع من كانه شخص عم بيعمل شيء بيربي نفسه يعني فيه. طيب شو رح تاخذ هي هيدا شو رح بيصير بهالثلاث ايام بشو بلشت؟ في عنا هلا بلشت بتروجور اكسبريس. بالنسبه للدايت اكيد الدايت موجود بقلب العلبه، عنا دايت هو بس على ثلاث ايام ترويقه، يا ريت بتفرجيها لحبوب كمان مع الديتوكس. عنا ترويقه غدا عشاء اوكي ولحبوب. هلا ترويقة غدا عشاء يعني بانه بيتضمنوا خضره، بيتضمنوا فواكه، ما في ابدا زيوت، هو كثير فيري لو ان فات، يعني ما في بقلبه اكيد سكريات، كميه النشويات كثير قليله، يعني عندنا كترويقة اليوم تروقت اكيد اماني، فاخذت خبزه سمراء، شربت معها شاي، يعني شو يعني شيء مشروب سخن بس اكيد بدون سكر او مع محلي اصطناعي، رجعت بعدين اكلت فواكه، الفواكه قد ما بدنا ما في كوانتيتي معينه بس اكيد بدون الموز وبدون الكرز وبدون الفواكه المجففه اللي هي غنيه بالسكر وغنيه بالكاربس بالنشويات. بالنسبه للغداء اليوم غداها حيكون كاسه كورن فليكس او كاسه كينوا او حبوب كامله، بنرجع بعدين بناخذ صحن خضره قد ما بدنا ان ليمتد كمان بس بدون بطاطا لانه البطاطا يعني مثل الخبز بتكون نشويات سريعه. اما شيء بهذا الدايت انه هو هاي ان بروتينز، بتكون عم تاخذ بروتينز كمان، عندنا على بكره عندنا وايت ايج بياض البيض اللي هو يعني بيور بروتينز، هو لو ان كاربس، نحن بس لما نخفف النشويات بنشتغل اكثر شيء على منطقه البطن، فيلي عنده كرش كمان بيقدر يستفيد منه لانه عاده نسبه الانسولين بس لما بتعلى بطريقه كثير سريعه بنصير بنخزن دهن لانه الانسولين هو مسؤول عن تخزين الدهون، فبس لما نعمل هيدا الدايت اكثر شيء رح نشتغل على منطقه البطن، رح ننزل 4 سنتيمتر من منطقه البطن. بالنسبه لانواع الحبوب عم نشوف الوان، عم نشوف اللون الزهر، عم نشوف اللون البني وعم نشوف اللون الابيض. بالنسبه للحبتين اللون الزهري اللي هن بيحتوي على جوارانا اللي هي بلونت برازيليان، بتشتغل على حرق الدهون وبتشتغل كمان كقاطع شهيه، عندنا كمان فيتامين سي اللي حيعطينا نشاط وقوه بما انه نحن الدايت شوي قليل لو كالوري، فكرمال هيك لازم نضلنا نحن بحيويتنا ونضلنا مكملين اكيد شغلنا عادي. بنرجع بعدين بناخذ الحبتين اللون البني هولي على الغداء بقلبهم فايبرز، بخلونا نحس بالشبع اكثر، بقلبهم البكتيريا
بالتين بوبون بقلبون الشوفان بقلبون كمان عروق الكرزي اللي هن كثير لهم فوائد حلوه انه بيعملوا لنا اليميناسيون لكل شيء توكسنز كل شيء سموم من جسمنا. بالنسبه للحبتين اللون البيض كمان بقلبون الجرين تي الشاي الاخضر يلي معروف عنه كيف بيعلي الميتابوليزم حتى بننصح فيه كل يوم كبيتين نشرب جرين تي كرمال هيك لانه بحرك كمان الترموهوناز يلي هي من خلالها بنقدر نحرق اكثر كالوريز وكمان بيساعدنا على انه نحرق فات اكثر بما انه عم يعلي عنا الميتابوليزم. وبقلبهم كمان بنرجع بقلبهم مجموعه من الطحالب البحريه هول عم تاخذهم نهار 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 كل يوم حبتين لون زهر حبتين 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 واكيد مع وبعدين بترجع على ال على ال فيها ترجع نفس ثاني يوم تعمل نفس الشيء على الجيال يعني الصبح اوكي بترجع هلا اول ثلاث ايام بدها تعمل ترواجور اكسبريس عظيم من بعد ترواجور اكسبريس بترجع على الفيا لاين اكيد اذا بدك تكمل بس بعد كمل في بعد الساشيه اللي لازم ناخذه قبل الترويقه هو سوليوشن شراب طعمته كثير طيبه بنفضيه بكبايه مي وبنشربه على الريق هذا بيعمل كمان ديتوكس للجسم من مجموعه اعشاب مهمه بتخلينا نشيل النفخه كمان اماني لك رح نشوفك كل خميس ان شاء الله يكونوا راحوا هال 3 كيلو بهال اي هوب سو 2 كيلو 2 كيلو ب 3 ايام اوكي 2 كيلو ب 3 ايام هلا يمكن تاخذ اكثر اذا كل يوم عم تعمل كيلو يمكن نوصل ل 3 كيلو ب 3 ايام عظيمين تمام بدنا كثير منيح هلا كمان بنشوفك الخميس ميرسي لكم ميرسي لك غنى رح ناخذ كمان مره بريك ونرجع نتابع